بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. أقامت المحافظة الجنوبية مساء أمس بقاعة مدينة خليفة الرياضية وتحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية احتفالا لأهالي مدينة عيسى، وذلك ضمن حزمة الفعاليات التي تقام في مناطق المحافظة الجنوبية بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث كان في استقبال سمو المحافظ عدد من أصحاب المعالي والسعادة من أهالي مدينة عيسى. وألقى الشاعر مشعل المالكي قصيدة شعرية، وتلا ذلك عرض لفيلم قصير يلخص تاريخ مدينة عيسى منذ تأسيسها إلى هذا الوقت، ومتضمنا أهم الإنجازات التي تحققت خلال 50 عاما كونها أول مشروع إسكاني في مملكة البحرين. واختتمت فعالية مدينة عيسى بالعرض الشعبية احتفاء بالأعياد الوطنية وبمشاركة الأهالي والحضور الذين أعربوا عن خالص تقديرهم لحرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية في إشراك كافة الأهالي في حزمة الفعاليات الوطنية التي أقامتها المحافظة خلال هذه الفترة، داعين المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين الأمن والسلامة والرخاء.